تعرضت الفنانة المغربية لمياء الزيدي لصدمة كبيرة يوم الاثنين 6 مايو 2024 بوفاة والدها، كما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام لتبادل الصور والفيديوهات. شاركت لمياء تدوينة ابن خالها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص، معلنة الخبر الحزين. تفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع لمياء الزيدي متمنين لوالد الفنانة الرحمة والمغفرة. يذكر أن لمياء الزيدي قد ابتعدت لفترة طويلة عن إصدار أعمال غنائية جديدة، واكتفت بإحياء بعض الحفلات الغنائية. إن لله وإنا إليه راجعون. شكراً لكم على متابعتكم الدائمة، ونتمنى لكم الأمان والسلامة.